ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة روتين كده، هنفرش فرش الشتوي، هنفرش مفارش الأطرفة كده وهنشيل الملايات. ماشي، كنت بشيل بس قلت بقى نصورنا بقى. هشيل كده الملاية، طبعا ده سرير الأطفال. شلت كده الملاية، ودي كسوة المرتبة. ماشي، شلت كده الملاية، وهجيب المفرش القطيفة معاك، بس الحتة دي ما تبقاش مكرمشة عشان بيبان، يعني بتبان ان الحاجة مكلكعة او مكرمشة، بيبقى شكلها مش حلو، فلازم تفرديها كويس. ده عيب البتاعة دي، بس ملهاش عيب تاني الا دي. ماشي، هجيب بقى ايه مفرش القطيفة بتاع الاطفال وارجع تاني. قبل ما اجيب حاجة تانية، قبل ما اجيب المفرش، هشيل برضو الأوضة التانية. تمام، شلتها، وهجيب بقى المفرش وهنفرش الأوضتين مع بعض. وطبعا الستاير ما شلتهاش أصلا، أنا شلت بس الصالة والأوضة الكبيرة، إنما الأطفال ما شلتش الستاير، يعني ما عينتهمش. أنا غسلتهم وركبتهم بس ما عينتهمش. ماشي، بصوا، انا كنت عاينه المفرش تحت السرير، فاحنا هنا طلعناه، عينته عشان ملوش مكان عندي، مكان ضيق، فانا قطعناه. ده بتاع السرير، ده بتاع التاني. هنفرش بقى سرير سرير. ماشي، هفرش ده وبعد كده نخش على التاني نفرشه. هثبت التليفون وارجع لكم تاني. فرشه سهل جدا. ماشي، نفرده كده. هظبطه وارجع لكم تاني. بصوا، انا ظبطت اهو، اهوت الشبير الحته دي، بس عايزه ايه كده. جهزت السرير ده، ماشي، فرشته زي التاني. إيه، لسه بس المخدة الطويلة هكيسها وهفرشه بقى خلصه. ماشي، هو لونه اوف وايت بس طالع في الكاميرا ابيض، يعني طالع ابيض بس هو اوف وايت.
مش عارفة برضو كده طلع ابيض. ماشي ايه، هكمل وارجع لكم تاني. شايفين خلصت كده، خلصت الأوضة، فرشتها، حطيت كيس المخدة وكيست كله كله وفرشتها، تمام كده خلصت الأوضة خالص. هنخش بقى على الأوضة اللي جنبها. اي برضو خلصتها. ماشي خلصت خالص. ازاي عايزاكي ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي لو مش مس... لو مش مش لو مش مشتركه، و طبعا دي الهدوم الشتوي نطلعها من تحت السرير مع مع الطقم ده عشان الشتا خلاص اجى، فقلت اطلعه. وده باف. ماشي طلعت الهدوم الشتوي كده، بس لسه هنرصها بقى في الدولاب. ماشي كده خلصنا. انا هنا حاطه ترابيزه المكوه والمكنسة والمكوة، حطهم هنا تمام. كده خلصت. عايزاكي برضو تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي الجرس عشان يوصلك الفيديوهات. وبس كده، اشوفكوا في يوم تاني. لا استنوا، لسه لسه تلي الهدوم ده هيتغسل. شايفين انا بس ما يعني ما غسلتش يوم واحد. شايفين اللي حصل؟ مش عارفه بيجي منين دول. شايفين قد ايه بيكتروا، كمان شلنا الملايات بتاعه الاوض فكتروا اكتر، فانا لسه هغسل الهدوم دي وهنشرها تمام، وهختم معاكم بقى الفيديو لما اخلص غسيل ونشير. ماشي يلا هاجيلكوا تاني. واخيرا خلصت نشير وغسيل، ما عادش في اصلا مكان لاي حاجه. غسلت كله 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 كده. كنا لو كنت سبتكم معايا لحد ما اغسل وانشر كان الفيديو بقى طول قوي. احنا كده انجزنا. اشيل بس التان ده. الهدوم عشان تنشف بسرعة. شايفين مفيش الا الحتة اللي هناك دي بس اللي فاضية. كله كله انا كده خلصت الفيديو معاكم. اشوفكم في فيديو جديد. تمام متنسوش تعملوا لي لايك، ولو مش مشتركة تشتركي في القناة. مع السلامة.